السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محباب الإخوان والأخوات في وصفة جديدة على قناة مطبخ تي في. اليوم أشارك معكم طاجين مغربي، طاجين أصيل، طاجين غي صغير ديال جوج الناس بشوية الخضرة وشوية اللحم، لكن غادي يطلع إن شاء الله بنين وشهي. ابقوا معايا باش تعرفوا الطريقة، لأن الطريقة عملتها جديدة وفي واحد التتبيلة زوينة كتخليه بنين. ابقوا معايا ما تمشيوش بعيد، ونبداو المقادير والطريقة إن شاء الله. أول حاجة غنديروها غنجيبو الطاجين ديالنا، نقطعو واحد البصيلة، عندك بصلة حمراء قطعي وحدة مويان ولا متوسطة على حسب الطويجين الصغير. أنا استعملت البصلة الخضارية، قطعت واحد الحبة كما كتشاهدو. وضعت مع واحد 250 غرام ديال اللحم، اللحم البقري، شويه المليحه غير شويه، وشويه ديال الابزار ولا الفلفل الاسود، ومعلقه ديال زيت المائده. دابا هاد الشيء غنديو للنار، نحطو فوق البوطه غيتشحر واحد ربع ساعه، غير البصله وديك اللحيمه داك شويه البزار والملح. الماء يتشحر غادي نزيدو ليه واحد شويه ديال المعدنوس والقزبر، نقطعوهم نضيف لهم واحد شويه العطريه، الزعفران او الكركم، وشويه ديال الجنجبير شويه، واحد الملعقه صغيره ديال الكمون، وغنضيف لهم واحد شويه الماء، نص كاس ولا ربع كاس ديال الماء، وغنسد عاوتاني على الطاجين ديالي يزيد يطيب شويه. هنا غادي نسدو ليه يطيب واحد شويه، واحد الساعه، واحد نص ساعه د المكانه على الاقل، نص ساعه د المكانه. هنا غادي نزيدو قطع ديال الجزر، انا درتهم دويرات، ممكن ديرهم طوال، ونحاولو داك اللحم نطلعوه لفوق ونواليو داك الجزر لتحت القاع ديال الطاجين. نزيدو البصلة كما كتشاهدو من الفوق، من غير البصلة اللي درنا الاولى، ونزيد واحد شوية جلبانة، هادي راه كانت عندي في الفريكو راه مازال متلجة، صافي. وغنسدو عليه عاوتاني يطيب واحد نص ساعة. هنا درت واحد حكيت جوج مطيشات صغار، وزدت معاهم واحد مركز ديال الفلفل الاحمر كاين عندي، كنت عملت معكم واحد الفيديو بحال هذا، راه كاين اللينك ديالو او الرابط ديالو في الوصف. وزدت واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون، ودرت واحد شويه ديال العطريه مع ديك لاصوص، نخلطها مزيان، ونضيف لها واحد شويه الماء ما يكون سخون، نديوها دابا نزيدوها شويه على الطاجين ديالنا، نزيدو النص، هنا غنضيفو
خضر لي لا، انا عندي واحد كلفت الصفرة، هي حبة واحدة قطعتها على أربعة، وعندي واحد الحبة ديال طاطا حلوة قطعتها دويرات كما كتشاهدوا، ونضيف البطاطا الرومية، البطاطا عادية عندي تقريبا واحد جوج حبات صغار، وضفت الفلفلة حمراء حلوة وحدة خضراء غير صغار، انا عندي واحد طريف ديال الطماطم نضيفه من الفوق، وهداك الشي اللي بقى لنا من ديك لاصوص او لا تتبيله كيما بغيتو تسميوها، نزيدوها من الفوق عندي حبات ديال الفول، الفول الأخضر نزيدو من الفوق بحال تزيين، مدرتش بزاف درت غير حبات قلال، صافي هنا نسدو الطاجين ديالنا وغنديرو على نار مهيلة بزاف، وغنخليه يطيب يطيب نخليه يطيب على خاطرو تقريبا واحد ساعة ساعة ونص لما قالو حتى ساعتين، هاد الطاجين ديالنا وجد، لأن ملي كيطيب على مهل كيكون كيطيب بزاف وكيكون يعني تقريبا كاع الخضرة شيشة، بصحة والراحة، وهذا طاجين مغربي وغير بسيط ودير جوج الناس. شكرا على الصبر ديالكم ومشاهدة هذا الفيديو، وإلى فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.